على الهاتف الفنان احمد وفيق. ينفع تسمع كلام الست بالطريقه دي؟ كل سنه وانت طيب الاول. انت اقول انت طيب، انت معدي صوتك قوي، فرحان قوي انك ايه؟ فرحان انت قوي انك كرهتني. لا انت تقمصت الدور. انا كنت قاعد، بص احنا اصحاب بس انا زعلان طبعا منك، انا زعلان منك. حبيبي عزيز، هعوض لك في المسلسل الجاي ايمن معاك اهوت، اه يطلعني خير المسلسل الجاي وهتبقى تمام. كل سنه وانتم طيبين، وانت وبحيي طيب، طبعا ايمن يعني النجم السنه دي الصراحه ربنا يخليك بجد يا يعني، اخويا، وسعيد ان انا اشتغلت معاه السنه دي بجد. ربنا يخليك يا احمد، وانا اللي سعيد انك اشتغلت معايا بجد والله. حبيبي يا استاذ، قول لي انت رد فعل الناس على الدور اللي انت عامله. يعني اولا يسرى اللوزي بتقدم دور انا اول مره اشوفها في الحته دي انا قلت وعملته. لها انت هتكسبي، ده مكسبك السنه دي انك غيرت جلدك، والحمد لله ربنا كرمها وعملت خط جديد ليها، ده انا برك لها يعني على الهوا ده. ولكن انت ايضا يعني دور الراجل، وبعدين انت يعني مش محتاج قوي وكده ان انت تقودك هذه السيدة بهذا الشكل، وتقعد تقول لك لا هنعمل كذا وتخطط وي وان تتقبل هذا. لما قريت الورق حسيت بايه؟ قول لي. لا ما هقول لك على حاجه، ما اتضح ان الوحيد اللي خابت فيهم هو انا على فكره. اه كلهم مؤامرات يعني، مثلا هتيجي تشوف دور نرمين اللي بتعمله مثلا عبير، هتلاقي برضه في الاخر مش شريره، هتيجي تشوف شري هتلاقي الشريره اللي بتيجي معاها يعني، وانا مره نجحت على فكره في الشر بتاعها، بينما اللئيم اللي بجد كان هشام، كان هو شخصيه هشام. هشام اه وده اللي قاله لي الاستاذ ايمن واحنا اول ما قعدنا، قال لي خلي بالك عشان هو الشخصيه مش مباشره، هي تبدو مباشره على الورق، بس هو مثلا تلاقيه مع شيري مع يسرى اللوزي بكاركتر وشخصيه منقاده، مع نرمين شخصيه قويه، قدام زياد ومراته اللي هي جميله شخصيه طيبه، فاللي هو بيعمل فرايتي في الكاركتر بتاعي. انا بعتقد ان ده سبب نجاح الشخصيه، ان فيها اكتر من تنقل، واجتهدنا بقى وتوفيق ربنا الحمد لله يعني. الحمد لله، وانت وعدتني انك انت تعوضها لي في رمضان الجاي او في المسلسل اللي جاي، ماشي؟ انا ان شاء هسامحك الله المره دي. بألف ان شاء الله. مبروك على هذا النجاح. انا دايما الله بنظر يبارك الى الفنان اللي يقدر يخلينا كده، يعني عارف، نفسي اشوفك على قهوه، نفسي اشوفك في حته فاضيه واعبر لك عن مشاعري بايديا. حبيبي كل سنه وانت طيب. الف مبروك على هذا النجاح، وبنشكرك لانك انت فنان كبير فعلا، قدرت توصل هذه الرساله، وكل سنه وانت طيب. شكرا على المداخله بتاعتك.